النهارده فاجئنا لكم قيصر. قول بقى من النادي الاهلي. ممكن توتر ادم شويه؟ ده كريم حسن شايف. قيصر كنت جايبه من حدائق الامه. كلمني. اه. وان شاء الله والحمد لله كسبنا الزمالك السنه اللي فاتت وجبنا ميلا من ميدان الجيزه. النهارده جبنا قيصر من امام النادي الاهلي ومن واسع الناس. والف الف مبروك للاهلي. مبروك للاهلي وجمهوره. يلا اهلي. تقول ايه للاعيبه الاهلي بعد العشاء؟ رجاله ولاد رجاله، والاهلي طول عمره بيجيب لعيبه رجاله. تقول ايه للمدير الفني بعد ما الناس كانت مشكه فيه؟ راجل 100 100، افضل مدرب جه خد 6 بطولات في 5 6 شهور ولا 5 شهور. يلا اغنيه اتفضل. كمل. خد الدكتور طارق الادوار قال لك اقل مدرب مسك في مصر خد بطولات. والف الف مبروك للاهلي، جماهير الاهلي.